القلب بيدق. لازم يكون موهوب، عنده الموهبة، سواء كان دارس أو مش دارس. العيون متوترة. أنا مؤمن تماماً بأنه الفن بلا قواعد. رهبة المسرح. المتسابقين في عرب كاستنج داخلين على مراحل أصعب. لا طبعاً أكيد خايفة. أصحاب جايين مع بعض. لا شك أنه القصة اللي حكيتها مؤثرة جداً ودمعة عين. إخوات وما دخلوش مع بعض. أنا مش متخيل أن أنا أربح وهي تخسر. عندك هدوء بياخد العقل. اطلع فيه عم بحكي معك. غدا، باسل، قصي، كارمن بيدوروا على نجمة عرب كاستنج. تابعونا وكواليس عرب كاستنج 9:30 مساء على النهار وبس.